أشكركم على الحضور وهذا شرف لنا كثالث نشاط من نشاطات أنشطة مبادرة الوطن أولا ودائما بعد النشاط الأول حول دور الفن في التنمية الذي نعتبره اكتساب كامل الأركان. هذا النشاط هو من أنشطة المبرمجة من طرف المكتب التنفيذي ومع فرع المبادرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وبتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء. نشاط يهم يعني واحد المجال اللي فيه نسبة كبيرة من رجال ونساء الأعمال وهو الاستثمار الصغير والمتوسط اللي هو كيمثل القاعدة ديال الهرم الاقتصادي بالنسبة للبلاد ديالنا واللي طبعا كيشكل في جزء منه كبير جدا ليكوسيستم بالنسبة للشركات الكبرى والمؤسسات والشركات العمومية. ولذلك أردنا أن نهتم بهذا الاستثمار الصغير والمتوسط. غالبا عندما يسمع الناس عن الاستثمار يتصورون دائما الاستثمارات الكبيرة في حين الاستثمارات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغيرة يعني يجب أن تكون حاضرة على مستوى وسائل الإعلام، يجب أن تكون حاضرة على مستوى الاهتمام، يجب أيضا أن يعرف من يريد أن يستثمر أو من يستثمر ما هي التحفيزات، ما هي أساليب المواكبة، أساليب الدعم اللي تقدمها الدولة والمؤسسات يعني المغربية، ثانيا ماذا تقدم الأبناك بالنسبة والمؤسسات ديال التمويل، وأيضا شنو هو الدور ديال الجمعيات المهنية اللي هي موجودة على مستوى الغرف، طبعا الغرف ولكن أيضا موجودة على مستوى يعني لا سجال يعني الكونفدرالية المغربية المقاولات يعني الكونفدرالية العامة المقاولات المغربية. فإذا أردنا أن ننظم هذا النشاط، ولكن أيضا أضفنا يعني في هذا النشاط ربطناه أيضا بمغاربة العالم. تقريبا كل الأنشطة ديالنا غنحاولوا باش يكون حضور لمغاربة العالم، غتكون في هذا النشاط جلسة خاصة بشهادة شهادات وتجارب مغاربة العالم اللي استثمروا في المغرب واللي أغلبيتهم الحمد لله عندهم إنجازات والبعض ربما يعني عنده بعض التعثرات، فبغيناهم يقدموا شهادات ديالهم حول مناخ الأعمال في المغرب، ما هي الإيجابيات ديالو، ما هي السلبيات، ما هي المقترحات باش يمكننا نجودوا يعني مناخ الأعمال باش نجلبوا أكبر عدد من الاستثمارات وباش يمكننا نزيدوا نشجعوا يعني مغاربة الاستثمار. مع الأسف الشديد هناك أشياء تروج يعني قد حاصلة أنه بعض الناس وقعت لهم تعثرات وجدوا عراقيل، ولكن ليست هذه الحالة العامة. فنريد اليوم أن نبين بأن هناك نجاحات كما أن هناك إخفاقات، كيف نعالج نشجع هذه النجاحات وأيضا كيف نعالج هذه الإخفاقات. هذا هو النشاط الذي أردنا أن ننظمه اليوم، وهو نشاط كما قلت نوعي بحضور كما تلاحظون يعني عدة مهتمين وشركاء وأيضا أبناء الجالية. احتضان هذه مؤسسة عمومية ديال الجامعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات اللي كتحتضن جميع المواطنين والمواطنات، خاصة هذه الجمعية جديدة اللي هي وطن أول اللي كيترأسها واحد الشخص اللي هو معروف وطني اللي هو سي عزيز الرباح، وبغينا اليوم نتقاسموا معاه ونحتضنوه ونحتضنوا كذلك من الجالية المغربية ديالنا اللي هي سيدنا كيعطيها أهمية كبيرة، وبغينا نشوفوا المشاكل اللي كيعيشوها وخاصة نوجهوهم في استثمارات اللي هي واعدة، اللي عندنا اتفاقيات كغرف التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، عندنا اتفاقيات مع أبناك اللي هي كتواكب وكتأثر وكتعطي قروض لهذه الجالية هذه، وبغينا اليوم نتصنتوا لهم ونحطهم في الصورة. معنا شخصيات ومعنا كذلك الناس اللي داروا استثمار في المغرب ونجحوا واللي ما نجحوش، بغينا نحلوا المشاكل ديالهم في هذه الجمعية هذه اللي هي جمعية وطنية اللي ديال الجميع، ما عندهاش ألوان سياسية، عندها جميع اللي عنده كفاءة وعنده مشروع وينتمي لهذا الوطن مرحبا به. أنا من الناس الجالية عايشة في أوروبا، قررت أنني نجي استثمر هنا في المغرب، واللي خلاني نجي استثمر هو أول حاجة هو الحب ديالنا الوطن ديالنا، وأنا اليوم هنا في هذا الملتقى باش نشارك التجربة ديالي في استثمار هنا في المغرب، طبيعة الحال الإيجابية ديالها والسلبيات، ونعطيو يعني واحد النصائح ولا حنا نكونوا نموذج للشباب اللي باغين يستثمروا ولا الجاليه المغربيه اللي باغا تستثمر هنا في المغرب ان شاء الله. البدايه ديالي مع المبادره كانت اقتراح من عند سي عزيز الرباح مباشره، يعني استحسننا الفكره، وانا فكره انه غادي تكون شي حاجه اللي غادي نساعدوا بها البلاد، لانه صراحه حنا خصنا كنا نجندوا وراء صاحب الجلاله باش نزيدوا بهذا الوطن القدام، يعني بدون اي كما تنقولوا حنا لا خلفيات لا سياسيه ولا دينيه ولا اقتصاديه، باش كل واحد من التخصص ديالو يقدر يساعد في التكوين ديال هاد ديال هاد البلاد وتطور ديالها. والفكره كانت جيده ومشينا في هاد الاتجاه هذا، وحنا واي واحد تيستحسن هاد الفكره تيجيب ناس اخرين، والحمد لله وصلنا اننا
دشنا بعض الفروع هنا في المغرب وفي اوروبا ان شاء الله، ونتمنى ان الناس من 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 يعني من من جهات اخرى انهم ينضموا لهذه المبادره للهدف ديالها الاول هو التطوير والنمو ديال البلاد ديالنا ان شاء الله.